كنت أبصر لمدة 19 سنة، وذات يوم أجد نفسي في صبيحة أجد نفسي لا أبصر. السبب لا أدري، المهم أني كنت أبصر مثلكم تماما. أنا قلت راح ربما زوج دقائق ثلاثة يرجع البصر، ربما عادي تصرع، لكن وجدت نفسي قلت لا أبصر. فكيف كان ربما ردة فعلي؟ يعني كنت قلت لك ربما ستقول إن يستحيل أو صعب، لكن والله تقبلت الإعاقة في تلك الدقيقة لا أدري كيف. فذهبت إلى الطبيب، وجدت ربما ضغط العين وجدته 57 درجة، يعني عالي جدا. كنت السنة الثالثة ثانوي البكالوريا، درست ثلاثي واحد ديسمبر 2011، ثلاثي واحد توقفت عن الدراسة تماما، توقفت عن الدراسة لما أدرس الثلاثي الثاني والثالث. لما وصلت البكالوريا طلبت مني أمي أن أذهب لاجتياز البكالوريا، قلت لها لا يستحيل، ثلاثيان لم أدرس يا أمي فليس يعني ليس سهلا. لكن هي ألحت وأصرت على أن أذهب لاجتياز البكالوريا لتجربة فقط. فالحمد لله يعني ذهبت لاجتياز البكالوريا، والحمد لله يعني توفقت فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. وشعبة علوم دقيقة ليس حتى أدب، يعني شعبة علوم دقيقة، فتحصلت على البكالوريا بمعدل حوالي 12 يعني شعبة علوم دقيقة. لما وجدت ذهبت الجامعة الشهر الأول وجدت صعوبة يعني في كشعبة علوم، كأني يعني غريب عليه، لكن الحمد لله يعني حاولت يعني بالإرادة، حاولت أن أقرأ وأراجع الكتب وإلى غير ذلك، مساعدة من أساتذة في قسم اللغة والأدب العربي جامعة باتنا، والحمد لله. فكنت الأول على مستوى الدفعة بمعدل 3.17 و3.18 في كلية الأدب، نعم. فمباشرة اجتزت الليسانس يعني، وكذلك الماستر، ودائما كنت من المتفوقين، نعم الحمد لله. ثم اجتزت مسابقة الدكتوراه في ولاية تبسة، فالحمد لله كنت الأول أيضا، أتممت رسالة أطروحتي في الدكتوراه 3 سنوات أتممت رسالة، لهذا هذا الشيء ربما اللي جعلني أصغر دكتور حاليا. التعامل مع الطلبة في المدرج أو في القاعة سهل وبسيط جدا. لماذا؟ لأن الأستاذ في الجامعة لا يجد صعوبة مثل ما يجده ربما، صح لا نستطيع أن ندرس في المتوسط العاديين، صعب جدا إن لم أقل مستحيل، لكن هنا في الجامعة سهل جدا. يعني أنك تقدمين المحاضرة للطلبة وتثرينها بعنصر التشويق والإيثار، فيمكنك أن تلقي المحاضرة ارتجالا هكذا، تلقي المحاضرة أكيد بعد التحضير. لماذا لا تكون عندنا هكذا يعني خلية وطنية أو خلية أو مركز بحث من خلاله يمكننا أن نكون مثل المبصرين، يعني نجتهد ننشر. زرنا الأستاذ الضيف والأستاذة هوارة، كنا في مكتب المدير، طرحنا عليه فكرة، أستاذ لماذا تكون؟ فصراحة أعجب بالفكرة أيما إعجاب، يعني قال والله أنتم تستحقون أن تكون لكم أكثر من مصلحة. هدف الخلية الوطنية هي ترقية البحث العلمي والنشاطات الثقافية والأدبية والاجتماعية إلى ذوي الهمم أو ذوي القدرات، فأيضا محاولة لم أو محاولة جمع جميع الأبحاث العلمية وتأطيرها في مؤسسة خاصة بهذه الفئة. الهدف يعني الأول والأخير الذي أريد أن نسعى إليه حاليا هو أن تكون لدينا مجلة مصنفة وطنية، حتى لا أقول دولية، الآن نبدأ بوطنية، ينشر فيها كل ما له علاقة بذوي القدرات سواء في التعليم،
في المجال التعليمي، في المجال الاجتماعي، في المجال في جميع التخصصات الجامعية، وهذه لا توجد حاليا في الجزائر. أول مشروع عربي خاص بتسجيل الكتب تسجيلا صوتيا. احنا الكتب الورقية أو الإلكترونية الكفيف لا يستطيع قراءتها لأنه بالبرايل، طريقة البرايل الكتب منعدمة، قول منعدمة ولا قول شبه منعدمة. أنا في تخصص اللسانية التطبيقية الآن لا أجد ولا كتاب مطبوع بطريقة برايل، ولهذا نحن لجأنا لمشروع الكتاب الصوتي كبديل مؤقت. يعني هذا المشروع يعني من خلاله نسجل طلبة مبصرين متطوعين، نخضعهم إلى دورة تكوينية، يبدأون في تسجيل الكتاب تسجيلا صوتيا. التخصصات يستفيد منها جميع المكفوفين على المستوى الوطني. سنقوم بعد إذن المؤلف ومدير الجامعة وعدنا بذلك، سنقوم بإذن الله تعالى بنشرها على المستوى الوطني. تقوم بطبع الكتب، أقول كتب البرايل، كتب البرايل ليس كتب العادية. لو عندنا مطبعة لأصبحنا نحن المنتجين، لسنا مستهلكين. قادر حتى الجامعة تستثمر في هذا المشروع مطبعة حتى اقتصاديا. هذه حافز أنا وجدته بأنه حافز قيم جدا. نحن مكفوفين وصلنا والحمد لله، كيف أيها الطلبة بالاجتهاد والمثابرة وعدم اليأس. وأنا أؤكد لكم كل من أراد أن يصل فأنا أؤكد لكم بإذن الله تعالى.